المصريه صاحب بصمات كبيره، وان شاء الله يكون له بصمه كبيره على المنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب تحياتي وتحيات الكابتن علاء مهوب. السلام عليكم يا كابتن. اهلا بيك. السلام عليكم. طبعا كله بخير. وكابتن علاء ازيك؟ كابتن شوقي ازيك؟ كابتن شوقي الله يخليك كابتن، وحشني والله. انت والله العظيم علاء ربنا يخليك طبعا انت وحشنا بقى يا كابتن. بس انت شغال يعني في السر اليومين دول، يعني انت شايف كل ظروف الفرقه ملصمه والمنتخب الاول عنده ماتشات مهمه، فانت في وسط الزحمه دي كلها بتحاول برضه يكون المنتخب الاولمبي موجود بعدد من اللعيبه، وبتشتغل ومباراتين مهمين جدا امام المنتخب الاماراتي. والله بص يعني انا انت عارف انا ما بجمعش الا ساعه الاجنده الدوليه. تمام. وهو ده المتاح، لان عندي لعيبه كتير بتلعب في انديه، فانا لا هقدر ان انا اجيب اللعيبه واخدها لو ما فيش اجنده دوليه، ولا احرم الانديه من اللعيبه بتاعتها. تمام تمام. ويمكن انت يمكن عاصرنا المشكله اللي كانت موجوده بتاعت ماتش الداخليه بالظبط اللي كان هيتلعب. انا مش عارف كان هيتلعب يعني من وجهه نظري انا مش عارف. تمام. لكن كان في وسط الاجنده الدوليه وفي وسط السفريه وفي وسط حاجه في وسط الكلام ده، وكان صعب انه يتلعب والماتش اتاجل. ويمكن تاجيل المباراه افاد النادي الاهلي قبل ما يعني كان اللعيبه كانت فرقت معايا، لكن افاد النادي الاهلي في الاراك اللي جه على لعيبته من البطولات اللي موجوده والمواعيد. الحمد لله يعني يمكن انا بعتبر لقائين الامارات هم بيعتبروا اللقاء رقم 7 ورقم 8 في الاجنده اللي احنا حطيناها من الاول في البرنامج اللي انا وضعته واعتمدته من مجلس الاداره وخدت عليه موافقات، وعندي الماتشات متسكنه. يعني انا مش يعني موضوع ماتش الامارات ده معروف من شهر 6 ومن شهر 5 ان انا رايح الامارات. موضوع ماتش روسيا معروف من شهر 6 ان انا رايح روسيا. السعوديه كل الماتشات اللي موجوده متسكنه ومتسكنه في اجنده دوليه، ومباراه بنبلغ بها الاتحاد الدولي ومبلغ بها الاتحاد الافريقي ومعتمده وكل شيء، وبنستدعي لعيبتنا الدوليين اللي بره زي احمد مصطفى اللي في جنت. فالحمد لله يعني. وفي نفس التوقيت اللي بقدر اعمله ان انا اقدر اساعد الانديه في انها لعيبتها تلعب فيها. انت شفت يوم 8 كان في لعيبه بتلعب شاركت في الانديه كلها في ماتش الكاس، يوم 9 في لعيبه شاركت في ماتشات الكاس، يوم 10 النهارده في النهارده 6 لعيبه شاركوا في دجله شارك مرعي، و5 النهارده شاركوا مع النادي الاهلي خلال اللقاء. يعني 6 لعيبه شاركوا النهارده. الفرقة كلها في الكاس يا كابتن بتدي، يعني الفرقة كلها في الكاس بتدي. شفنا النهاردة دجلة والجونة فرقتين. دجلة كان مرعي. لا يمكن الجونة أنا لما قلت لهم اللعيبة أنتوا عايزين مين من اللعيبة، فهم قالوا لي إن إحنا هنلعب الجون الثاني. تمام. الجون اللي هو عمر رضوان ما راحش معاهم. في النادي الأهلي كابتن محمد يوسف قال لي أنا هناخد اللعيبة كلها، اللعيبة كلها تشارك. شارك 5 يمكن اللي ما شاركش وحيد ناصر مات النهارده، لكن الخمسه كلهم شاركوا في اللقاء وشاركوا اثناء اللقاء. يعني نفس الوضع هتلاقي ماتش المقاولين طاهر محمد طاهر مثلا بيراميدز شارك ناصر ماني منسي. يعني في كل لقاء في عندي لعيبه من المنتخب الاولمبي معظمهم كلهم شاركوا في اللقاءات وجم. كريم العراقي ماتش متاكد بتاع النادي المصري، ابو الفتوح بصراحه ابو الفتوح وعمر صلاح الاثنين موجودين معانا وعندهم ماتش بكره. هم يعني تمام. كان القرار ان احنا هنسافر يوم 10، اللي ما بعد يوم 10 مش هيشارك في اللقاءات، وده اللي تم. يمكن اول تمرين هنتمرنه كمجموعه اللي هم ال 24 لعيب هيبقى التمرين بكره باذن الله، اللي هيتعمل في الامارات الساعه 6:30 ان شاء الله في ملعب استاد مكتوم باذن الله. كابتن تقييمك للجيل ده، جيل يعني الكل بيتنبأ اللي هو جيل واعد، لعيبه يعني معظمها او كلها بتلعب دوري ممتاز، لعيبه متالقه، لعيبه تاخد فرصه معاك بشكل كويس. تقييمك انت لهذا الجيل ازاي يا كابتن؟ بص انا بعتبر الجيل ده جيل مظلوم. مظلوم طبعا. لان الجيل ده ما شاركش 2 كاس عالم، لا شاركوا في كاس عالم اللي هم مواليد 97 ولا شاركوا في كاس عالم اللي هي 99. عمليه المشاركه في كاس العالم للجيلين دول كانت هتدي لكل لعيب لا يقل من 10 ل 12 ماتش او 15 مباراه ما بين ودي ورسمي كانوا يقدروا يلعبوهم خلال مباريات تقيله طبعا مع مدارس مختلفه. ده اللي كان هيكسبهم خبره اكتر. لكن الحمد لله ان احنا قدرنا في مرحله صغيره خالص ان الفريق الاول المنتخب الاول يعني يختار من عندنا 3 لعيبه اللي هو صلاح محسن
ومحمد محمود ومحمد صادق من الاسماعيلي تمام ومحمد محمود من دجله. دول في اول يعني في اول نتائج عمل لمده شهر. يمكن طلع محسن في الفتره اللي جه معانا فيها الجزائر وجي معانا فيها تونس، يمكن في الثلاث ماتشات اللي جم جاب ثلاث اجوان في الثلاث مباريات، ويمكن كان تقريري انه انضم للفريق اثناء كاس العالم. يعني انا عملت تقريري انه انضم اثناء كاس العالم. كان نفسك تشوفه في كاس العالم كان جاهز في ظل اللي كان عندنا مشاكل في راس الحربه في المنتخب في كاس العالم. انا كان نفسي فعلا، انا مش هكذب عليك، كان نفسي يروح، وخاصه ان هو كان في فورمه عاليه جدا 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 خلال الفتره بتاعت شهر 6 دي. ده كان تقرير رسمي قدمته لهيكتور كوبر والجهاز الفني، ولا بشكل ودي، ولا لاتحاد الكوره؟ لا لا لا، انا بقدمه للمشرف عندي الدكتور كرم، وبتكلم مسؤولين زي المهندس ثاني او عربيات او اي حد من الناس المسؤوله اللي موجوده، بكلمهم واقول لهم انا عندي الحاله للعيبه كذا 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 كذا. حتى لما جه مستر مثلا اجيري عملنا قعده، والقعده قعدنا اكثر من ساعتين. الساعتين دول كنا بنتناقش فيهم في طريقه اللعب، في اسلوب اللعب، في اللعيبه اللي هيختارها، في اللعيبه اللي حاطط عينها للفتره اللي جايه، يعني في اكثر من ثلاثه او اربعه لعيبه تانيين هو حاطط عينيهم عليه في الفتره اللي جايه. اسلوب التجمعات، هل انا ممكن احضر التدريبات، هو يجي يشوف التدريبات بتاع الفرقه. يعني اتفقنا على حاجات كثيره باذن الله هتبقى في التنفيذ، تعايز التنفيذ، لكن عمليه ان المعسكرات بتيجي في توقيت واحد هي اللي عامله لنا المشكله دي. بس ان شاء الله كلها في حيز التنفيذ، ولكن الكابتن علاء ميوب عايز يمسي عليك بقى. كابتن شوقي طبعا طبعا يا حياه حبيبي يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمك. جميل يعني، ربنا يخليك يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمك، ومعاك مجموعه لعيبه انا واثق ان هم كويسين جدا، ومعاك طبعا ان شاء الله الامور هتحسن وربنا يكرم كده وتحقق له انجاز اللي حصل قبل كده، وانا عارف انت قدها ودود يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن علاء، وخدنا من وقتك ووقت ابسي، وبشكرك جدا. لا انتوا لا 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 انتوا حبايب قوي يعني، ده احنا خليناكم تسلموا على بعض بقالكم فتره بتقابلوا بعض. والله بقالك ما شفوش. والله بتوفيق يا كابتن شاوي ان شاء الله يا رب. يعني علاء اخويا يعني حبيبي يا شاوي، ربنا يخليك. كابتن انت عارف كابتن، بص انا مش عايز اكبرك يعني، بس انت يعني مش اخ كبير بقى، انت واحد من الناس اللي احنا بنحترمهم جدا في كره القدم، واحد من المدربين اللي دايما حابين يبقى معاك فرصه كبيره جدا، لان مكانك الطبيعي والاساسي دايما هو مدير فني للمنتخب الاول دايما، ودايما ثقتنا فيك كبيره، وان شاء الله بعد ما نخلص الماتشين دول تكون معانا هنا بقى في الاهلي الليله ان شاء الله. طبعا طبعا باذن الله يعني، بس لازم القعده بقى واستاذ علي يجي ونعمل القعده بتاعتنا برضه يعني. لا نعمل ماشي نعم. هو موجود يعني. موجود اليومين دول. ايوه يقول لك اخونا يعني، لازم ايه نقعد القعده الجميله. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، حياتنا وبالتوفيق ليك يا كابتن، ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن، اتفضل. جيل محترم مع كابتن شوقي.